جود الأشطر. تنظم الجامعة الملكية المغربية للملاكمة خلال الفترة الممتدة ما بين 18 و23 من غشت الحالي النسخة 17 للبطولة الإفريقية للملاكمة في صنف الكبار المؤهلة لبطولة العالم التي ستحتضنها عاصمة قطر الدوحة، كما ستنظم النسخة الأولى من الدوري الدولي للملاكمة النسوية. هذا حدث صار بحيث يعني احنا المغرب للنسخة الأولى المؤهلة للألعاب الأولمبية الألعاب الشامبيون دافري شامبيون دو موند تعمل في المغرب، وحنا تنتوخاو بلي نكونوا حسن الظن ديال الجميع المغاربه ونأهلوا اكبر عدد ممكن، واتمنى بلي غادي يكون يعني التكهنات ديالنا غادي يكون واحد العدد اللي غنفرحوا به المغاربه جميعا. وياتي تنظيم الجامعه الملكيه المغربيه للملاكمه لتظاهرات من هذا الحجم لتكرس الثقه التي اصبح يحظى بها المغرب في مجال التنظيم، خاصه بعد نجاحه الكبير في تنظيم ابرز التظاهرات العالميه في هذه الرياضه النبيله مثل السلسله العالميه للملاكمه وبطوله جمعيه الملاكمه للمحترفين، وكذا المستوى الجيد الذي بات يظهر عليه الملاكمون المغاربه في مختلف التظاهرات العالمية والإفريقية، والذي أثمر تأهلا مشرفا للبطل المغربي محمد الربيعي إلى الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو البرازيلية بعد احتلاله الصف الأول على الصعيد العالمي من خلال منافسات السلسلة العالمية للملاكمة WSB. الجامعة بفعل استراتيجية ديالها والدخول وإدخال ديالها المنافسات WSB المغرب، فهي عطات واحد الإشاعة كبير للملاكمة المغربية، وكان هناك واحد الإقبال إعلامي متميز. كنا تنشوفوا يعني اون بون اوديونس في لافان ديال لا سمان بالنسبة للمباريات اللي كانوا تجراو هنا في المغرب. أعتقد بأنه إن شاء الله سنستمر في نفس المنوال. ويشكل تنظيم البطولة الإفريقية للأمم في الملاكمة فرصة مواتية أمام الملاكمين المغاربة لحصد نتائج إيجابية واحتلال أحد الصفوف الثلاث الأولى في مختلف الأوزان التي سيتبارون فيها، وهو ما سيمكنه من الظفر ببطاقة التأهل إلى بطولة العالم التي ستحتضنها قطر.